دي اللي احنا يعني هنشرحها في الاخر. خلينا بس ايه نسوي الاول ونظبط الاداء الاول. عجينة بتبقى مفتوحة كده وجميلة. هقسمها كده كويرات بالشكل ده، او في خطوة تانية ممكن تعمليها اللي انت ممكن ايه تقسميها بطريقة تانية، لكن الطريقة دي بصراحة هي اسهل حاجة. تمسكي بايد كده وايد التانية بتقطع العجينة، فتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. برش عندي دقيق تحت عشان لما اجي افرد، زيت زيتون بيبقى معايا. وهنبدأ نعمل اول حاجتين اتنين اللي هما اللحمة وعندنا الفراخ. قلت لك المعجنات دي جميلة وتقدري تعمليها في الفطار، تقدري تعمليها عندك في العشاء، تقدري تعمليها عندك على الغداء، في اي وقت والله تعمليها ممتازة جدا جدا. وفي الشتاء بتبقى حكاية. على كوباية شاي كده تظبط الاداء. طيب قسمنا هذه العجينة بعد ما قسمناها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينها. ماشي، نحط شوية دقيق فوق كده صغيرين. وبعد كده تعالوا نعمل عندنا الحشوات بتاعتنا اللي هنبدأ أول حاجة بيها اللحمة. أنا بجيب عندي لحمة مفرومة، تمام، بحط عندي بصل عليها، شوية كزبرة مفرومة، فلفل ألوان بجيبه أحمر، شوية هريسة حمراء، معلقة كبيرة من دبس الرمان، ثوم مفروم، طماطمية، وفلفل أخضر، وعندنا طبعا الملح والفلفل. فبنروح أول حاجة خالص عندي في الكبة، نروح واخدين عندنا اللحمة المفرومة وبعد كده بقوم واخد عندي البصل عندنا الفلفل الالوان الاحمر عادي، طماطم بجيبها بفرمها برضو، فلفل اخضر رومي مفروم، بعد كده وقت عندي الثوم المفروم حوالي 3 4 فصوص ثوم كده، وعندنا الهريسه الحاره تمام، وبعد كده دبس الرمان تدي المزازه الجميله، طعم حلو قوي للحمه، فبحط منها معلقه كبيره. واخر حاجه خالص شويه من الكزبره المفرومه. طيب بعد كده بنقوم جايبين عندنا شويه الملح والفلفل اللي احنا بنحطهم على اللحمه. ادي الفلفل الاسمر وعندنا الملح، ونبدأ نقفل على الكبة ونشغل عليها لحد ما ايه تنعم معايا خالص. فكرة ان اللحمة لازم تتفرم فرمة في التمام. بص عاملة ازاي، حيتها ممتازة ممتازة، الريحة بتاعتها مش طبيعية. تمام بص عاملة ازاي، حاجة جميلة جدا جدا. نسيبها
وعايزين كمان نفرمها كمان فرمه كمان، يعني تديها ايه، عايز انعمها على قد ما اقدر، فبعلي السرعه بتاعت الايه المفرمه ونعليها على الاخر عشان تتفرم اكتر من كده شويه. ده ايه العجينه بتاعتنا تمام التمام. طيب تعال نبص هنا تاني على اللحمه، زي ما قلنا ايه عايزين نفرم فرمه ناعمه جدا جدا للحمه. بص بقت عامله ازاي، وهذا المطلوب اثباته. طيب تعالوا بقى شيلها. بص تحس اللي عامله زي المعجون اهي. الصبح بقى الحاجات ديت بتبقى جميله جدا جدا جدا. هنقوم رايحين حاطين عندنا الكبه تاني، عشان هنعمل في نفس الحاجه، نفس الكبه ما فيهاش اي مشكله خالص، هنعمل خلطه الفراخ. تعالوا ننزل عندنا هنا صدور الفراخ. عينيا يا استاذ. بعد كده عندنا شويه من الكزبره المفرومه، شويه فلفل الوان كده يا استاذ كده حلوين عشان نظبطوا الاداء، شويه من البصل البودر وتوم بودر برضو، شويه بابريكا، شويه من البهارات، شويه شطه، وبعد كده اهوت عندنا ايه الملح، وعندنا شويه الايه الفلفل، وكان باقي شويه بصل كده صغيرين من اللحمه هنحطها، ربع بصلايه كده ولا حاجه مفيش مشكله خالص، مش هتاثر معايا في حاجه. وناخد الكلام الجميل ده كله ونروح فين ضاربينه في المفرمه. هنحط عندنا بقى الطماطم، هنحط عندنا الطماطم كده من فوق اللي احنا قطعناها مكعبات، عشان ايه تدي لها طراوه اكتر وتخليها تبقى العجينه معايا طريه جدا وناعمه. خلطه الفراخ دي ايه حكايه. احنا كده جاهزين يا باشا بالعجينه وجاهزين بالحشوات، الفراخ وعندنا اللحمه. تعالوا حتى نبص كده على الفراخ بتاعتنا، بص عامله ازاي اهي. الله عليك، معجون يا باشا. العجينه الجميله اهيت بنفردها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو. تمام اهو، مش كده اهو، ولا بتريحي ولا حاجه، انت بتفردي اهوت بشكل بيضاوي زي اللي قدام حضرتك ده. ونبدا على طول نروح فين، ناخد عندنا الحشوات الجميله بتاعتنا ونبدا اللي احنا نشتغل بيها. يبقى العجينه بتاعتنا لسه ما عجنهاش، احنا لسه هنقول العجينه عامله ازاي، ولكن في الايه في السيجمنت الاخير. وما تنسوش اللي فيه تطبيقات ان شاء الله هنبدا نعرضها لكم مع بعض ونوريها لكم. طيب بجيب عندي بقى اول حاجه ايه اللحمه، ادي اللحمه المفرومه. لازم كده دخلي عندك اللحمه مفرومه كويس جدا في العجينه عشان تمسك كويس قوي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. وبعد كده اهوت نبدا نجيب عندنا الصاج اهوت يا استاذ، نبدا اللي احنا ايه نسوي فيه ونشيل، نحط اول واحده اهيت ماشي كده. وبعد كده نقوم ايه حاطين عندنا شويه من زيت الزيتون، يبقوا محطوطين كده جنب، واقوم واخد مع زيت الزيتون شويه زعتر كده يا استاذ هنا بايه بالسمسم، حاطينهم هنا ومقلبينهم مع بعض ماشي. وتقوم واخده الكلام ده كله الاطراف ديت دهناها بالزعتر وزيت الزيتون. الله الله على الجمال في المعجنات ديت ماشي، سهله قوي. طيب بعد كده بنبدا نعمل ايه، نعمل عندنا الثانيه. نجيب عجينة تانية قدام حضرتك اهي،
يبقى بعتقت انا بزيت الزيتون، اديته شويه من الزعتر وخليته يظبط معايا الدنيا. وانت بتفردي بلاش تحطي دقيق كتير. ليه بقى بلاش تحطي دقيق كتير؟ عشان اللحمه ما تفصلش من العجينه نفسها، فتخلي بالك من الموضوع ده كويس جدا. اهو شايفه الموضوع عامل ازاي؟ اهو حط عندنا اللحمه. ما هو ده بالزعتر، دي مش زعتر لسه، فيه باللبنه لسه، لبنه وزعتر ومظبط لك الدنيا وجبن موجوده كمان اهي. تمام، تقوم شايلين يا باشا ده اهو اهو، ورايحين فين؟ على الصاج الجامد ده. حاجه حلوه قوي، سهله كده اهو، تاخدش وقت. بص بقى ده اهم حاجه، الخلطه اللي هنا ديت، زيت زيتون والزعتر الحلبي الجميل. يلا، لا ناخد عندنا شويه دقيق صغيرين اهو. تمام اهو، خلي بالكم بقى ايه هنعمل بحشوات كتير قوي. هنبدا بس بالايه، باللحمه وبالفراخ، ونسوي على طول. اهم حاجه اللحمه زي ما اتفقنا تكون ناعمه جدا 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 في الكبه. محضر الطعام عندك، كل شويه كده نديها شويه دقيق صغيرين، واتفقنا مش كتير. شايفه عامله ازاي؟ موضوع جميل. نقوم واخدين عندنا شويه ايه، لحمه مفرومه، لازم نسكنها كويس جدا. احلى حاجه فيها بقى اللي هي اصلا انت ما بتصبرش عليها لحد ما ايه، ما تتخمر تاني خالص، على طول فرن. بس دي كتير قوي لحمه كتير كده، نقلل شويه صوابع كده، اسكن الكلام ده كله مع بعضه اهو. الله عليك. وناخد الكلام ده كله الجميل، ونروح فين عندي على الصاج ده اهو، نقوم حاطينها زيت زيتون مع الزعتر، بيدي طعم حلو جدا للعيش وللحمه نفسها اهي. جاهزين كده يا باشا؟ جاهزين. تعال نودي نسوي. يلا، اول واحد اهو خلص، درجه حراره عاليه، تبقى درجه حراره 190، ونبدا ندخل عندنا اول حاجه المناقيش اللحمه، ونبدا اللي احنا نسويها. اللي بعده نزود هنا برضو زيت زيتون مع شويه من الزعتر الحلبي الجميل، عشان بتدي الريحه الايه الحلوه. او لو انت عايزها برضو تطلعي طعمه حلو، بتجيبي توم كده بتبداي تضغط عليه، يعني ايه، مش بتهرسيه، التوميه بتجيبيها لطص التوم تضغطي عليها كده حاجات بسيطه، تقومي حطاها في زيت الزيتون مع ورق لورا، وتقومي سايباها، ويا سلام لو شويه زعتر، وتقومي سايباها حوالي ايه نص ساعه كده ولا حاجه، وتبداي تشتغلي بيها، برضو بتطلع ريحه مش طبيعيه في ايه، في العجين نفسه. جيب شويه دقيق بقى صغيرين تانيين، نشتغل على نظافة في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ الفراخ. نفس الكلام، عايزة تعمليها مدور كله شغال، يعني مش شرط تعمليها بشكل بيضاوي، لا انت ممكن تعمليها بشكل مدور قدام حضرتك اهي، اوريها لك. تمسكي كده بالاطراف بتاعتها وتظبطيها كده، تقومي واخده الصاج ورايحين حاطين اول اتنين لوحدهم هنا. ونفرد
ومش الشكل اللي انت تعمليها بشكل ايه بيضاوي، ممكن تعمليها بشكل مدور زي دي. فراخ ولازم بايدينا كده بنضغط عشان نسكن الحاجة كويس جدا. هعملك دلوقتي اتنين محشيين بالجبنة، ايه حوار دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سهلة قوي وبسيطة جدا وعجينة سهلة وامانة يعني تعمليها على الغدا الحاجات ديت، وجربيها كده مش زي دوشة البيتزا خالص يعني، دي ملهاش علاقة بطعم البيتزا، ولكن هي ملهاش علاقة الدوشة بتاعت البيتزا كتير قوي، لكن ديت لا هتاكل حاجة تستمتعي بيها بجد. انت لسه هطلع لك من الفرن ديت وهتشوفيها عاملة ازاي. بص هنا بقى الزعتر وزيت الزيتون الجميل على الأطراف كده، نبدأ ندهن اهو. وسع اوعى وشك فين على الفرن على طول. لا اتفرج بقى على اللحمه اللي هنا بيه، اتفرج على الريحه، يعني ايه الريحه هتوصل لكم دلوقتي. بص الكلام عامل ازاي اهو، لسه كمان ايه هتكمل التسويه بتاعتها، هنسيبها براحتها خالص. هنعمل واحده دلوقتي بالجبن ازاي بقى. ماشي تمام، افرد بص العجينه طالما ايه ماسكه معاكي تمام تلف معاكي زي ما انت عايزه. بناخد عندنا شويه جبن كده من هنا تمام كده، وابدا ان انا اقفل كده اهو، شايف الموضوع ده اهو، وابدا ان انا الفها لحد ما ايه ما ابدا ان انا اخلصها واحطها. ناخد عندنا زيت الزيتون الجميل اللي هو بالزعتر، ونقوم دهنين بعد ما قفلنا الاطراف بتاعتنا بالايه بالجبن، تطلع قنبله دي اهي. ماشي كده، قفلي بقى الاطراف دي كويس كويس قوي. ماشي، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الفراخ، حشوه الفراخ بتاعتنا حطينا بالشكل ده، وبعد كده نقوم رايحين. متنسيش ان انا دهن الصاج من تحت اما زيت او بترشيه رشه دقيق بسيطه، وبعد كده بنقوم واخدين الايه الفراخ ديت حطينا كده عليها من فوق، وسكنها كويس جدا جوه العجينه، عجينه شكلها مغري. حشوه الفراخ المحترمه ديت حطينا فلفل الوان، حطينا بصل، حطينا صدور فراخ، شويه ملح، بابريكا، شويه فلفل، شويه من البهارات، شويه شطه صغيرين، هوب يا معلم في الكبه فرمنا مع توم باودر وبصل باودر، وبعد كده حطينا طماطمايه معاهم عشان تنعمها لي. كل ما احط خضار فيه ميه كل ما يكون افضل ليه اي حاجه بحطها لي المنقوشه بتاعتنا. بص ما شاء الله تمام، تعال نطلع عندنا في الفرن عندنا المنقوشه اللحمه. الله الله باشا، خش ادي اول حاجه منقوشه اللحمه بتاعتنا تمام، اعتقد والتسويه بتاعتها مظبوطه جدا جدا ومش محتاجه اكتر من كده. ونودي عندنا المنقوشه بتاعت الفراخ، ونطلع المنقوشة التانية اللي احنا عاملينها. بص التسوية من تحت عاملة ازاي يا جمل، دي اللي هي بالفراخ قدامك اهيت تمام، التسوية من تحت مظبوطة، وادي الحاجة اهيت. طبعا انت بتسيبيها تحس ليها ناشفة كده وهي طالعة من الفرن، سيبيها بالظبط دقيقتين اتنين هتلاقيها بقت ايه ملبن معاكي.
الزبده ده بس شويه، اصحى بقى دي الحشوه اللي جايه ديت. وزي ما اتفقنا ايه، بلاش دقيق كتير من فوق بالذات، لان انا مش عايز الحشو يفصل عن العجينه، فبلاش دقيق تحطيه كتير معاه. واخد الكلام ده كله حاطه فين هنا؟ ادي التلاته هما قدام حضرتك. طيب تعال بقى نشوف الحشوه الخطيره ديت هنعملها ازاي. هنا روز بيف، هقطعه عندي مكعبات صغيرة. ماشي كده، هناخد شوية كمان صغيرين، شوية جبنة شيدر عليها، وهو بنقوم مدينها شوية جبنة موتزاريلا. ندلعها بشوية بصل أخضر، ونقوم مدينها طماطم تطريها معايا، ويطلع الطعم الحلو. احلى ميكس في الدنيا. ناخد الكلام الجميل ده ونروح فين؟ هنا نقوم حاطينه فين؟ بالشكل ده كده على اول واحده وتاني واحده. صلاه النبي على ديت. بس استنى نشوف شويه كمان نزود هنا. افرد يا باشا كده وروق نفسك، دلع المسائل، ودي على الرايق قوي. ماشي، اللي في الفرن بالفراخ اللي هي محشيه جبن ديت هتبقى طالعه حوار، وريها لك ان شاء الله دلوقتي. تعال ناخد ديت ونوديها فين؟ عندنا الفرن. بس قبل ما نوديها الفرن يا جمل، نفس الكلام اللي احنا بنعمله، نجيب عندي الزعتر وزيت الزيتون، ومن هنا كده على الحروف نفسها بالشكل ده. تمام، تعالى بقى استاذ جمال اعمل لك منقوشه في طبق راك حلو قوي. بص يا باشا، هنعمل المنقوشه العجينه نفسها في الطبق، وهنقدمها في الطبق زي ما هي. طبق شيك قوي امانه يعني. خلينا ناخد الطبق ده، حلو ده قوي. يلا بينا، يلا بينا. ادي الطبق اهوت اللي هنشتغل بيه. هجيب عندنا شويه دقيق صغيرين نفرد بيهم. ماشي، يا محمد. شوية دقيق صغيرين على الطبق، ونقوم واخدين عندنا العجينة. اصحى للكلام يا باشا، شياكة الشياكة. ماشي، نعمل ايه بقى دلوقتي عشان بس ايه الدقيق ده ما يعملش لون والطبق يطلع شكله شيك؟ تمام، هو الطبق شيك ما شاء الله، فبيطلع الحاجة حلو قوي. اهو مطلعها بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. وبعد كده تعالوا نعمل عندنا نفس الخلطه اللي احنا عملناها، شويه بصل اخضر هنا يا استاذ، شويه كزبره مفرومه، طماطم. هندلعه ده بقى، هندلعه بايه؟ بشويه زعتر كده. بص يا باشا، شويه زعتر حلبي كده محترمين. وبعد كده نقوم حاطين عندنا شويه جبنه كده موتزاريلا كده عليهم، ونقوم مقلبين الخلطه ديت كلها مع بعض. ماشي كده يا باشا، ونقوم رايحين فين؟ عندي على الجامد ده. على فكره اصلا هتتفرجي كمان اللي هو جاي بكيرف كده لتحت شويه، فمش هيخلي الجبنه تسيح من الجنب، هتسيح جوه الطبق نفسه. دي حاجه حلوه جدا. الله عليك يا استاذ. هقلب بس الصاج عايز ايه؟ بص الجبن عامله ازاي؟ بص يا باشا، بص الجبن انا سايحه ازاي من هنا، باظت خالص. هنا بقى ناخد عندنا شويه زعتر
مع شوية زيت زيتون، حاطينهم كده ونقوم رايحين فين؟ طبق الشيك الحلو ده، ودينه فين؟ على الفرن لحد ما يستوي معايا، وبعد كده نطلعه. نخش الفرن ولا الهوا، درجة حرارة عالية وبراحتك خالص. ده محتاجين نقلب ده. تعالى ده الايه ده اللي بالجبنه دي بتزغرط. بص يا استاذ، حوار بقى. بص الجبنه نازله كده، يعني هي طلعت من المنقوشه. بص 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 السوق من تحت عامله ازاي. صوده حبيبي. هنا ايه الاخبار؟ لا لسه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نعمل باللبنه والزعتر، دي برضو من الحاجات اللطيفه الجميله قوي اللي هتشوفيها دلوقتي. ازاي؟ بامانه طعمها حلو، يعني هي طعمها تلاقيها سهله جدا جدا. طيب انا فاكر طبعا ان هم هيجيبوا لي كيسين اتنين مارشميلو يا جماعه، فجايبين ايه؟ المفروض اللي انا هعمل بيهم منقوشه اهو. بالله عليكم بقى احكموا انتوا بقى. هتصرف هتصرف واطلعها لك والله. نقطعهم بس شوية صغيرين. بص يا باشا، عشان بس الايه يعني، هي طبعا المارشميلو مش كتير، ولكن انا والله هعملها لك يعني سهله. يعني انت تقلل العجينه بتاعتك، فاهم ازاي؟ ده اللي حالك. بص اهي، يلا باشا، ده كريمة شوكولاتة عليها من تحت، ده هتوديها في حتة تانية خالص. ماشي كده يا أستاذ، نوديها فين بقى؟ عندي على الفرن لحد ما تكمل إليه التسوية بتاعتها. تعالوا نبص هنا على اللي احنا عاملينها بالجبن والروز بيف اهي. بس لسه طبعا من تحت تمام، بس لسه شوية محتاجة ايه يعني كمان تاخد لون كمان شوية كده، وبعد كده نبدا اللي احنا نطلعها مع بعض. تعالوا نعمل عندنا اللي باللبنه، ولكن هناخد فاصل صغير. ولا نعملها دلوقتي يا جمل؟ تعالوا يلا تعالوا نعملها دلوقتي. نوزع اللبنة على العجينة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي اهو، شوية زعتر حلبي كده من فوق. ماشي كده، وبعد كده نقوم واخدين عندنا زيت الزيتون بالزعتر اللي موجود ده اهو، ونقوم ايه حاطينها كده بالشكل ده، وندخل عندنا. طيب العجينه دي بتتعمل ازاي بقى؟ العجينه دي بتتعمل عن طريق كوبايه ونص من الميه من الحليب، اسف، تحط معاها معلقه كبيره من السكر، تمام، ركز بقى فيها، ونحط معلقه كبيره من الخميره، واقلب اللبن ده. انا مدفيه يعني الكازارولا اللي انا حاطط فيها ديت، انا مدفيه على النار الاول، حطيت فيها اللبن تدفى معايا وبقيت بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. دوبت الخميره كويس جدا مع السكر مع اللبن الدافي. طيب نقوم واخدين عندنا نص كيلو من الدقيق، ورايحين هنا على العجين، وحاطين هنا شويه ملح صغيرين
ادي شويه الملح، وبعد كده قوم حاطين عندنا علبه الزبادي، ودي اهم حاجه، هو ده اللي بتخلي العجينه طريه جدا ومديها الطراوه الحلوه، علبه الزبادي الصغيره ديت ماشي. وبعد كده نقوم واخدين عندنا اللبن والسكر والخميره اللي احنا دوبناهم مع بعض، ويا ريت تسيبيهم يخمروا ربع ساعه وبعد كده تحطيهم على العجينه. ناقص ايه بقى؟ ناقص اهم حاجه بعد ما بتخلص، طبعا لو احتاجت ميه بديها شويه ميه تانيين عاديين او لبن على حسب الموجود عندك. اخر حاجه خالص بقوم مديها معلقتين اتنين من زيت الزيتون تلم معايا العجينه وتخلي العجينه معايا ناعمه وزي الفل. بص العجينه ما شاء الله، بص طريقه ازاي، بص الجمال يا باشا، بص منقوشة الفراخ ديت، بص من هنا، بصي جبنه اللي بالفراخ طريه جدا، حاجه جميله ان شاء الله تعملوها وتعجبكم جدا. ادي العجينه بعد ما اتعجنت كده بنقوم حاطين عندنا زيت زيتون حوالي معلقتين كبار من زيت الزيتون قدامك اهي. وتبدا العجينه تلم معايا لحد ما الايه تظبط معايا الدنيا، وبلاش استعجل عليها، بسيبها على السرعه الاولى شويه، وبعد كده ابدا اعلي عليها شويه لحد ما تبدا اللي هي تكمل التسويه او العجن بتاعها عشان تبقى العجينه ناعمه معايا واحنا بنشتغل بيها. بص يا باشا دي بتاعت الاستاذ جمال يا جماعه اهي، عملناها له في طبق راكد جميل، بص طالعه عامله ازاي، حطينا الشوكولاته من تحت، اهو حطينا شوكولاته من تحت، المارشميلو ده سايح. ها احنا لو جينا بصينا كده اهوت، اهو بص الكلام الجامد ده اهو مع الشوكولاته الجميله، شغل حلو. سيبها بقى الاستاذ عشان ما تبوظهاش له، يلا الف هنا. الطبق بص بيساوي ازاي الحاجه، بص ما شاء الله طالعه عامله ازاي اهي، هي الجبنه الموتزاريلا مع شويه لبنه صغيرين، واقوم حاطط عليهم شويه زعتر. خد عندنا الجبن، دي لبنه جبنه موتزاريلا، وعندنا زعتر ماشي كده. بناخدهم ونروح فين عندي على الفرن نكمل التسويه بتاعتهم. طبعا هي ما بتاخدش اوقات، يعني هي بالظبط 10 دقائق 5 دقائق تطلع على طول من الفرن. دي العجينه للناس اللي كانت بتسال على العجينه، قال العجينه بناخدها قدام حضراتكم اهي. بنقوم لفينها، وبعد كده بنقوم واخدين حضرتك ايه شويه دقيق كده صغيرين في بوله وتقوم حاطين عندنا شويه دقيق كده من فوق عليها، نقوم مغطينها سعاده الباشا. بعد كده كده جاهزه معايا، بنسيبها ترتاح ربع ساعه، بعد كده نبدا احنا نقسمها زي ما بدانا بقى الحلقه من الاول بالظبط. عشان كده عملتهاش كده في الاول عشان الحق ان انا اسوي كل الكميات اللي انت شفتها ديت. احنا في ساعه بفضل الله بنسوي كله، مفيش حاجه بنعملها في المطبخ التحضيري غير الكيكات والحاجات اللي هي تستاهل اللي تحط في تعمل في المطبخ التحضيري، غير كده والله بنحاول على قد ما نقدر. عشان كده بقت الحلقه من الاخر، يعني جبت العجينه عجنتها في الاول في الاخر وبدانا نسوي من الاول، وقدام حضرتك كل حاجه احنا مطلعينها على الهواء. دي العجينه، تعال نطلع عندنا اللي باللبنه، ودي احلى حاجه بصراحه انا بحبها جدا. عملنا في طبق راكل جميل برضو، بسم الله الرحمن الرحيم. بص اللي هي بالزعتر دي عامله ازاي، موضوع تاني خالص. ها شوف التسويه من ورا، لا حلو قوي اهي. بص التسويه، بص اللبنه عامله ازاي مع الزعتر، الله ينور.